حسبنا الله ونعم الوكيل. عشان هيك أنا أصرخ في إخواني العلماء بصراحة عشان أكون صادقا مع نفسي، ما أقول هم مش أدوا وظيفتكم، هذا مطلوب، لا لا لا، أقول لهم أصدقوا الله في الدرس والتحصيل، بالله عليكم جدوا 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 فالدهر هازل، جدوا فالدهر هازل، اقرأوا ليل نهار. أنتم ما هو إنتاجكم؟ ها؟ ما هو إنتاجكم كعلماء ومثقفين؟ إنتاج سيمبوليك، إنتاج رمزي، أنتم لا تتعبون. وأنا من هؤلاء، رجل على رجل، وتقرأ وتعلق وتكتب وتقارن وتحاكم، ومن أحلى ما يكون. صار لك 80 سنة وما شاء الله تطلع على المنابر بصوت جهوري، ما في تعب لا للركاب ولا للأيدي، ما في. يعني كتاب وقلم قال لك إجهاد، كذب، بقول لكم القراءة إجهاد، أكبر كذاب. أنا حياتي كلها قضيتها في القراءة، ولا أجمل شيء القراءة، وأسهل شيء القراءة والعلم، ترف ما بعده ترف. لكن مسؤولية لمن فهم إيه؟ ها؟ لمن فهم رسالته، تصبح القراءة مسؤولية، والله العظيم يصبح انتقاؤك لما تقرأ مسؤولية، تحديدك للموضوعات تتكلم فيها تناقشها مسؤولية، وهنا إيه؟ تنجو من تهمة الترف البطال هذا. وإلا فالقراءة من حيث هي ترف، ترف جميل جدا، ومن مظاهر الحضارة، من مظاهر الحضارة، يعني لا يستطيعها توفرا يتوفر عليها فلاح أو مزارع أو صاحب مصنع، ما بيقدر، ما عنده وقت المسكين هذا، لكن هذه الأمثال للمترفين. فنسأل الله أن ينجينا من مصير المترفين. انتبهوا، أقول له أنت إنتاجك رمزي، أنت قاعد تدرس في الجامعة كم ساعة في الأسبوع تأخذ لي 3000 4000 يورو، ليه عندك 10 معلومات بتكررها من 50 سنة يا رجل؟ ليه كل دماغك 10 كتب مش حافظ غيرهن؟ ينبغي يوميا أن تقرأ كتابا وكتابين يا رجل، اتق الله، جد جد حتى تقدم شيئا. إخواني